ومساكم الله بالخير، شلونكم؟ طيبين؟ وما شاء الله تبارك الله، اليوم الأجواء غيوم وننتظر الخير إن شاء الله. الله يجيب المطر ويرزقنا إن شاء الله، ويرزق المسلمين بالربيع والغيث. اليوم يومياتنا بالبيت، بيجيني سعود وبيوسف وناخذ لنا مقطع فيديو بسيط إن شاء الله. الله حيوه. الله حييك. أهلين. السلام عليك. وعليكم السلام. شوف هالأجواء يا أبو يوسف. مسيك بالخير. الله يجزاك. يا مس الخير. ما شاء الله ما شاء الله. الله يمسيك بالخير. يا مس النور. كيف حالك؟ يا هلا. تفضل تفضل. دام فضلك. يا أخوي بنشوفي هالربع يسألون عنك. أبو ياسر الرويلي وأبو نوار. والله نعم. يقولون برقبتك يا تجيب ويا نجيك نستيسر. اي والله. لا نجيب نجيب ان شاء الله. والله بشرف طيب. السلام عليك. شلونك؟ ضبط. عليك طيب. تعرفون هذا يا رب؟ يوسف ولد ابو يوسف ها؟ يوسف ولد ابو يوسف. لا ابو. ها؟ أبو يوسف. يوسف ولد أبو يوسف. هذا نواف. تدري بخزر عنده نواف. يوسف ولد أبو يوسف. يلا سعود. الله يحييك. سلامتك. يقولون كنت جينا. يقولون كنت جينا أبو ياسر خوينا يطلع مرة معنا. إيه. كنت تجيب أحمد ونبي نطرح أنا وياه نبي لا يا مسعود. حياك. كنت أبشر وأبشر وأبشر. يقولون يا تجيبوا لنا يا أنت المسعود. جايينك يقول جايينك جايين. لا قل لهم تم ان شاء الله ابد بس خله قلت حرون خله خله المطر يطيح لا لا الله يجيب الخير اللهم والله على هالساح المطار على جده على ينبع على حقل الله كبير على امك يا حجاج يا مرحبا على والله وين متنبل البلبل حماد من شهر ما شاء الله ما تبي تقربون ان شاء الله نتحرر من الطريق باذن الله الله يجيب الخير وننحدر اي نبي نزورك انا ابو يوسف الله يحييك والله يا ابو يوسف ايوه مبروك السعاده الله يبارك في ايامك طول شو قال الاجواء يا سعود برد ايوه برد وين هنا لا مو هنا ها بلبر بلبر موت يا رجل ثلاث ثياب بلبس كيف ثلاث اي والله ثلاث ثياب ولا كل واحد ولا يختلف علي بالحرام درجه درجه لا واحد درجه واحد ولا هم لحق بعد لا درجه يا ذو ها درجه واحد اطول من واحد بالله تدرج يمسك طويل واحد بالله اسمع ابو يوسف الطويل لا وفروه فوجيه جكيت ولا تحت لا الطويل البسه فوق شلون؟ واو تفروه جكيت موت هزرف الطويل البسه فوق يعني اذا جيناك انا ابو يوسف ناخذ احتياطنا البس اربع ثياب لا لا عاد فروه فروه ما تنفع فروه تكفي ما تنفع ناخذ هدوم ولا يلبس لا لا بيجامتين وثوبين اي يا حين صامل هذا يوسف ابن يوسف لازم ناخذك معنا رحله ان شاء الله ان شاء الله بس لا انا راعي ديري ما اطعم الديري انت محقنا البر الحال انت بغياب ابو يوسف تبقى بالبيت اي نعم ما تغادر نعم نعم لا هذا يوم ما يضر انك تروح معنا ان شاء الله اي تروحون ترجعوني ما عندك مشكله نعم وبكر وبحمد اي والله ابدا جاهزين جاهزين بس خلوها جمعه وسبت جمعه وسبت ها الامور تمام جاهزين حنا نبي احمد هذا طال عمرك يوثق لنا كل شيء نروح معه ونجي معه ايه مثل ما يروح مسعود نبي نروح معه يمين يسار نركب الوش نحول اركب ايه اطبخ ونفخ نسوي كل شيء هذا من هذا ابو ياسر الرويلي كاتب نعم جينا لي مرة جينا سعود احنا وياه نعم يا اخونك يا احمد لازم اروح انا وياك هلا هلا علي الله قم عليه يستاهلون والله خلوه يوم جمعه ان شاء الله ان شاء الله شلون انت مسعود؟ اقول ما ادري في صورة يا اخي تقمو شكلي شلون تقمو شكلي؟ تقمو انا غلطان لكن انا عرفت وشو عرفت يدك يدك ما هو بكسر ايه عرفته يا رجل يدك مجبس لا انا ما مجبس بس عام 28 هذه تدري معقوله يعني انا هذا يدي مكسوره انا كسرت عام 28 يعني انت ما انت لابس مجبر يقول يعني ما ادري هو شكلي ولا مو شكلي ما ادري وين دوت حتى في صوره لك بعد هذه اللي كتبها ما تلقاها شيخ تشوف يا والله هذه يسر بذبك شطعت بوجهك يا صرت ما تبيا علي بالحرام كل شوي كل مع اليوم انا شايف شلون وينه هذه شوفها
هو انا هذا أيه. معقوله أيه. انا عرفت يد احمد هذه يد احمد 100% يد احمد بس كنت ولد مو ولد هذه كم له يا احمد عام 28 معقوله 30 10 و 4 12 سنه راح انا هناك لقريات شوف فرق الوجه ولا شو 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 والله يا ولد انا قلت يا ولد مو انا هذا والميتينات القديمة شوف لوني هذه ورقة واحدة هي ميتين قديمة شوفها السلام عليكم وعليكم السلام ما شاء الله وش هذا يا ابو مالك هذا المخبز السري يا ولد نتابعك ما شاء الله ما شاء الله ولد نتابعك مرة طلعت علينا من هنا ما شاء الله علمك بالمجلس يا ولد شيء ترى ما هي لعبة جديد اي تبي تجي ولد ترى يصرح اسمع شوف شكله شوف شكله يصرح حق الكنترول هذا حق ال يا ولد هذا شيء يا ولد لا بالنسبه كذا السلام ورحمه الله هلا يا رحيم يا ولد احنا غيرنا نبي بهذا هذا ما مثله وما كله حل هنا اي والله تعال مساء الخير يا مساء الخير شلونك يا زلمه الصحراء خير ما دلت السنة يا مالك هذا جس هذا وش هذا هذا شبك شبكه ما شاء الله ما شاء الله نعم اصلا وش اصلا سعد مخرج ها هالصورة هذه وين يا ولدي هذا منو هذا هذه طال عمرك بزواج هذا منو هذا مو شبت يا ضافي لا انا يا ويلي هذا حجاج هذا حمد هذا منو هذا هذا حمد خو صاد انت اي والله والله هذا حمد ايه يا ويلي ثاني مثل خالد من خالد؟ خالد بنت حمدان. إيه. لا. الحرام إنه مثل ولد حمدان. غادي. هذا تعرف هذا؟ هذا ماجد. ماجد هذا بمصر. متى هذا جديد يعني؟ لا والله يمكن له 5 سنوات. هي والله إنه مثل خالد. هذا وش هذا؟ أنا بزواج صاحب غيره. هذا منهم؟ أنا. يا ولد أنا فقد الذاكرة. فقد الذاكرة. الله يعافيك. فقد الذاكرة. ابو حلو شوف شوف ما يصبر يوسف تودي ضغط لازم تودي ضغط شغلت ضغطت يا ما شغلت هذا طيب هذا وبس ضبط الشاحن الحين عجبنا الاكواب حقت حطك تسوي ببريج تسوي ببريج تسوي ببريج كب هلو لا تبغى سكر يرق كاستين هذا ايه هذا حجاز مختصر تبي شاي عراقي يعني تخبر بحنا عمل الشاهي ما يجيبوا لك فايده اسود ملوي ها شاهي لا 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 تفوح خلو لين يفوح المو بعدين نوصل تشتغل كله سوا لا قاعده يفتح اللون ولا يا ولد ايش تسوي؟ خربت العقل. شريط لا يضغط ولا ينفتح، هذا غطاه وانفتح، ايش السالفة؟ ايش؟ ها؟ ابو شيل هو صار ولا؟ خير ما تشوف قاعد ابو. قزاز تقول ما بلا العودة اللي بنص متعلم، تبي شقلاب. لا ما ينفتح. ما ينفتح. دهن عود ترى. افتحه وين؟ خلوش يفتح. هذا خطو غيره يا هبط. ايه؟ فتحت. ولف يبيع الدخان، غير بيت اطعله. فر يا محمد وانت بس تركزه. يا ولد مر هذا مو طيب هذا دبس والله تقول دبس خسر طيبك نجيب لك خبزه والله يا ولد طيب 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 لا لا امسك طيب والله طيب لا 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 طيب شو طيب لا يا بعد حي لا ليه اخي اخاف هالظروف ما مصدقين الولد ما مصدقين انه طيب طيبك لا والله دهن العود انا ما يا ولد ما مصدقين انه طيب يحسبونه دبس والله يا رجل تقول دبس أنا غلطت عكس لا أفتح. أبو يوسف والله أنا حاطه كذا بس. استاهل طال عمرك. استاهل العافية. أنا أطيب ابنه أنا دهن عود والله عن نفسي أنا ما أحب دهن عود. يا رجل هذا ما ينحطي هذا. ثقيل هذا. استاهل. هذا حطه مخباي. حطه مخباك تستاهل. حطه مخباي. حتى بالسيارة ما حط. أحمد. ها؟ أمس قطر. لبن تجي ريحه أبو عامر الخلاف. لا والله. يا رجل. لا بس شفت تجي أخواني يبغون ينظر يسبون. خلوه يموت يا يا الحلوه اسمع الريحه حلوه اللي يموت من الطين خليه يولي مو بفايده هذا جو مريح ولا جو لا عذاب عليه طلقت قال لا ما بيجي ما طلق ما يجي سم لا على كسر طلق عليه وعطاه فلوس
هو شو شال هو هنا هذا قبل بالعالي علي اه توه هذا خذيته من الساعه هذا حسب القعود اللي عنده ولا شيء لا هذاك ما ايه ممكن تبعه والقعود انا وش عليه هذه قفل يا ولد مين ساعه ايه ساعه هو هو المنين اي ساعه تتقاعد وحطها هنا يا الله لكن خلاص هذه ثنتين ساعه ساعه بساعتين انصحكم ب الصراحه انصحكم بالروايه هذه الله يسلمك روايه الدكتور حماد علي الشاعر كانوا وراها النهايه تلقون مكاتب جرير صراحه روايه مستحيل ايه ها والله عندك ابو والله اتفرج على هالروايات لازم ترجع جميل ان تسافر الى اجمل دول العالم لكن الأجمل أن تسافر أجمل دول العالم إليك أن دول العالم ماشي. تسافر عليك وهذه هالرواية اسمها صعب سنابستان ايه. هذه بعد الأستاذ مسلم الرمالي برضو موجودة بمكاتب جرير هل ما تخوش يا ذيك أبو مالك ها؟ هل ما تذيك وين رضم هالي عندها لا لا ما في التماس ما يجيك امسك هجمكش يا ابوي هذا بس يبون يمشون الحين صح السالفه هلو ولد هذه ايوه صح شلون؟ ما هي رضمت هذه اثريه بيت البحر يوسف بل على شطه بيت البحر امنا بالله سبحان خالق الله اكبر ايه اوفا حق هوش انت يا ابو زيد هذه من المعود ايوه انك صاير بغيت معود اي كل شيء يضرب عرفت اشرب معها شطب ايه مع شطب لا بس نحول الاول وخطا منهم يرجعون اشلا اشلا نحتاجه هذيك تورنا هذيك يرجع ويخطونك واحد تشربه مع الطريق على عهد العباسي هذه بعد مثله سد اكبر هذه حط حطه باذنك تسمع وشي ولد هذه مثله من وين ما بغيتها هاي تضرب تبي تشربها تبي تضربها لا ما يصلح ما يصلح ليش طيب ليش طيب هذا هي تشربه بس يركب واذا في شيء يسترد خذ خذ حطها كذا لا عشان تثبت خلاص خلاص لازم هذا هو يركب لك هو لازم يركب لك قاطع قسام لو يصير التماس يفصل القسام يا روح يا مهندس سعود ايه وش طاقه هي ولا شو ما ادري تبي رقم الرجال تكلموا شاهي من اليوم يا ويلي الشحانه هو انا مشهيك ليه الحركه يا رجال يا اخي حاسبينهم كابتشين ولا شيء هاي نروح شو اسمه فسقانة لاتيه ها؟ ولا فسقانة لاتيه يعني فسقانة وش هي؟ فسقانة لاتيه ليه 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 هذا ما مجلس مليان صب لسعود بالله اشتغل ما شفت يا بلا اطجع من يوسف هذه وين؟ هذه اللعبة هي هذه الثانية تقعد هذه تاكل طب تقعد لا لا حق اليدين جاء واحد اتعلجه هل تضبط لا 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 تقعد ما بي يجي شاهي ما بي كاس مضبطه يوسف على كيفك خي مرهاكم وهذا رجل من بيشرب لا تملو شوي هو بريد مو شيء حطه نص ايش شو تقول جاء هو بريد مو جاء واحد ايش قصدك يعني هو استمر شخصي يعني مو ايه هو تعلق ايوه وكان وريد حق الرجالين هذا وهم يعدون وينطلق وكم الوقت اللي وين يجيك ثاني يوم الوقت كم الوقت دقيقتين فاز هذا لا ما فاز انطلق هذا ايه ما هو عم ثوب من العضلات هذه وين اللعبه؟ قال لي واحد جنب ليه؟ يقول هذا معضل وانت وانت وانا افتح بش كفو قلت له انا بوقت حياه يا رمش وانا اول ما بيارتب ما بتعلم قلت يلا حط وانا حط هم يحطوا لي كرسي وانا ارقى وانا اتجود شو الكرسي لك؟ ايه هذه شوفها وانا اقوم ادور رجلي يا ابو 15 ثانيه شوف مو بقلي
ما بقي 15 ثانية. ايه بقي 15 ثانية وانا بقول اهب رجلي تمرجح اتمرجح ويطنب حول قلت لا 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 تو شوي مدد ومدد مدد مدد ويجينا كل واحد قال يا ولد شوف 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 واحد عليه شوفه فندعت ومن اي قلت له ثاني مرة اعطونا هذا اعطيته الواحد شوف اوغيده هذه تسي تبتي اعطيته هي ايه شفا 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 جوا وين اوغيده الله يجزاك خير تبتي واعطيته هي قلت له ثاني مرة ويجيك واحد قال له ينحتونك قلت له ينحتونش ينحتونش انا عام شوف شوف هذا وهذا حتى عليه شوفوا هذا اي ابو اسود هذا يقول لا لا قلت له عام ثاني مرة شوف هذاك يمسك الولد ابو محمد يقول لا تكفى لا تعمل ليه طيب تكفى لا تعمل ليه ها يقول لا لا تشوف انت برجع ثاني مره ذا اللي يعطيك يعطونك عين ايه يقول يعطونك عين ذا الواحد اللي ينطق ويمر هو من صيد امس ايه ما اقول لفت السكر هذا والله يوسف اللي سواه انا ما سويته ما ادري يعني شايف على التراك كبيت ارقى نص السكر ابريت هذا كب يا اخي ركز ما ضبه انا المكان لنا قرشعناه احنا يا ولد لو نقعد عندك نهجك ليه؟ انا وسعود ناكلك يا حيلك لا عاد انا ما اقوى يا لا سعود سعود ابد نص رغيفك فيه هو الاول حكي يا رجل ذيك لا بالعكس هلا والله تنسونا انتم لا ترى ما نعطي وجه ما نعطي وجه زياده ليه ما ابو سكر حط لك سكر لا كفو شربت خلاص الله يعافيك وراحوا حموه راح يموت شكرا على الشهر ما يفوح هذا يا محلا ما يفوح كل ما عارف يوسف هو انت تصرف ليش انت ما يفوح هذا هو غاز وفيض هذا انا عارف وشكر عشان ما احسن المقترح انا ما يذبح انا اللي ما بشكل يشرب من هكت لا المزاد يوم ما بشكل خلصت جهاز بالبيت لحد اهلي ماشي حق السكر انت تقول خلو تدل حق السكر هذا يجيب لك المرض ابدا كله سكر ولا سكر كله سوي 400 يروح لاسوار الشام بياخذ وين صايم وين صايم ايوه وين بيت مو بوحد بيرجع وين حلل 260 كل روحته الحين نروح الرياض يرفع بالحلا يوم جينا مره السكر عنده يقول يوسف يوم هنروح الرياض يقول روح اشتري من سورة سورة عادي يا حلال ما يا حلال يا رفض لا 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 انا اقول لك شيء لا مو فضل انت اضرب الحلال هيه تجي تحلل عادي لا مو عادي مو عادي ما يضر يا ما ابو سكر ما يا ولد صور للساعة 10 للساعة 9 للساعة 10 من باكر او 9 وحلل ترى هذا سكر هم يطلعوا لا لا صاير 100 110 120 سعود احنا اللي ما بنقدر نسكر الحين زين ولي 50 اصبر ولا احنا صايمين والحل كم يعني توقعت كثره يطلع يمكن 100 لا 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 الحين بيتعدى 100 لا لا 93 110 اذا ما تعدى ما تعدى معده انا قصم معده ما وصل 93 وش راح يعني الطبيعي 93 انا 5 سنين بسكر الطبيعي 110 بسم الله يا تكسب يا تصفر المحفظة يوسف امسك يمن العافية الله يعافيك طيب طيب ابو يوسف استاهل طيب الله اعمالك طيب الله اعمالك على عرشك على عرشك حاضر طيب الله اعمالك وعلى عرشك والله ما في اساس والله يستاهل هي والله يستاهل لا بس 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 طيب الله اعمالك على عرشك على عرشك ايوه كذا من حضري والله طيب اعمالك كذا احنا فر 20 فر عليك يا خلاص 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 ابو عامر ما طيب واحد اسمع ابي خلدي انا مهبوح واحد يطيب له شايب قال على عرسك قال شلون قال على عرسك قال على بنتك قال تم هو يملت هو يملت له هو موتته هذا انه عنده بنات ايه يعني مداري هو يمكن متعمد بعد يوم يمسك المدخل قال على عرسه قال على بنته ايه متعمد يعني شلومه اهلين وينك اليوم مختفي؟ ها
متى؟ انشغلت والله المغرب والله انشغلت احس كاعت تعال احنا كيفنا بها بها المكتب يا طويل العمر القهوة يوسف عطى التمر بالله ابو حبيبي هو هلا بلا ما راش وقت في هذا باع شوف 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 شوف, 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 شوف يقول ابو عامر شو رايك ابو عامر راح شو اسمه يبغى الله يعينك اسمع يقول ابو عامر انحط على برج احو اسمه برج هذا برجي فوري راعي له طيب انت اذا ما تقدر تشيلهن كلها ليش تاخذهن كلها بلازم يبي يكسر ها يبي يكسر وقت اه هنيك انا بيكسر اختصر وقته لا بس يوسف خلاص خلاص جبت حوسه جبت القهوه والشاي بالمجلس جبتها خلاص ريحنا شوفها سلمى اشكو هذا شو رجع ابو عامر ابو عامر قال انه راعي بشنو اليوم هلو والله ابو عامر هذا فنجان انا ها؟ يوسف اسمع اجلس يا رحم والدي خليك عند ابوك لا تشتغل لا تشتغل خليك عند ابوك يقول بعت البتكوين حقاتك وش البتكوين حقاتك؟ ما تبوش ما تبوش هذا بلجنة مع المحفظة حقك عمله عمله المحفظة عملات يا ولد اجلس اجلس تعال كسر في مكتب الرجل اقعد اقعد انت في البلاد اجلس اجلس خذ انا سعود وقع على الملبى واحد شرق واحد غرب ترى فايت هذا دبس ترى دبسه طيب الله خاص هذا خاص هذا هدو من ابو مال والله ونعم ابو مالك مين غريب عليه هذا فجر غفاري شقر اي اسمع يبون ياكلون الطيب دهن عود ابن حيوان دبس لا بعده يا ولد عزمون الدبس يبون ياكلون بعده حط ابو اخوك حط ابو اخوك بس شباب يبارك لك ان شاء الله كرمك الله وفقك الله تمسوا على خير تولم تولم طالعين ها ان شاء الله ايه خذ 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 يسمعك لا لا خذ ما معك خذ معك خذ هو قاعد مش وين قلت يا بيكسره سبحان الله طاحت طاحت هذا متكسر الجار له يمكن ست شهور اي ثابت ثابت جاه ويضغط 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 ويكسر هلهم بالبيت هلهم بالله لا يا لا يجي المطبخ الصحون يكسرها كل شيء اصلح تمشوا على خير كرم كرم تلقى خير تلقى خير يا انا اشوفك كل هذا عند هذه المنزليه ها بدنا نبدا دايم دايم كسر معين فرق بمان الله الربع ان شاء الله انا طلع احنا وبيوسف ما هو اسبوع هذا اسبوع الجاي الأسبوع هذا هي ما في مشكلة هو أسبوع جاي الخميس والجمعة إن شاء الله إن شاء الله تمشي على خير يا هلا